خلينا نطلع نشوف كولر ماذا قال في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية. الكهرباء لعب تقريبا كل ماتشات في كاس العالم، طبعا كان عليه حمل كبير جدا، فانا كان لازم اريحه النهارده، وده حال لعيبه كتير، بس في نفس الوقت ما كنتش هينفع ان انا اغير تغييرات كتير تهز شكل الفرقه او قوام الفريق. حاولت قدر الامكان ان انا اريح بعض اللعيبه بعد ماتش شديد زي النهارده او شدته عاليه زي النهارده، هيبقى كمان في بعض اللعيبه تانية لازم اشوف، لان في لعيبه بدات انها توصل لمرحله من الحمل البدني عالي جدا، فلازم اشوف مين هيبقى جاهز كمان 3 ايام. في خلال ال3 ايام الجايين هقدر اعرف مين هيبقى جاهز. اتمنى طبعا، عارف ان ده ماتش نهائي، فهيبقى كل اللعيبه عايزه تشارك، كل لعيبه هتموت نفسها عشان تبقى موجوده، لكن في الاخر هيبقى قراري ان انا اشوف مين اللعيبه اللي هتقدر انها في ال3 ايام الجايين بدنيا تبقى واقفه على رجليها، تبقى فريش، تبقى فيت، تقدر انها تأدي كويس الماتش الجاي وتقدر تساعدني الماتش الجاي. ده هيبان في خلال ال3 ايام الجايين ان شاء الله. بالنسبه للشناوي، هي لازم الاول ان احنا يعني هو حاسس بحاجه، فاحنا خرجناه عشان نحميه، لكن لازم الاول نعمل اشعه عشان نقدر نحدد فعلا ايه الموضوع بالظبط. دلوقتي ما اقدرش اعرف ايه، هل في اصابه، هل هيلحق الماتش الجاي، مش هيلحق الماتش الجاي، كل ده ما اقدرش اعرفه دلوقتي. بعد الاشعه نقدر ان احنا نقيم الوضع ونقول ان هو هيقدر ولا مش هيقدر. كمدرب لازم تكون مجهز كل السيناريوهات، يعني انا كنت محضر نفسي في اواخر المباراه قبل الماتش اصلا، كنت محضر نفسي لو وصلنا كده مين اللي هيعمل ايه. في اخر المباراه بدات احضر نفسي، بس في نفس الوقت كنت بتمنى ان الجون يدخل قبل ما الحكم يصفر عشان خاطر نستريح الضغط العصبي بتاع ضربات الجزاء، كنت عايز ان احنا ما نلعبوش، لكن كنت مجهز نفسي وكنت مستعد كمان ان اول ما الحكم يصفر وكانت 0-0 هتكلم مع اللعيبه اشوف مين حالته يقدر، مين من يعني انت بتحط كذا حد، بس لازم تشوف برضه حاله اللعيبه بدنيا، مين قادر، مين عايز، مين مش هيقدر، ونتكلم مع اللعيبه ونقرر. لكن كنت محضر نفسي، لكن في نفس الوقت كنت عندي ثقه ان احنا ان شاء الله ممكن نخلص اخر دقيقه. Ihm ist so, dass mir klar natürlich aus dieser Position, wo er spielt, da verlangen wir immer wieder diese Läufe in die Tiefe. الميزة كمان إن إمام بيلعب كان في الشوط ده، وده عموما يعني اللعيب بيلعب ناحية المدرب على الخط اللي ناحيته بيبقى أقرب للتعليمات، فبتقدر إن أنت كتير تكلمه وتقدر توجهه وهو بيطلع يقرب لك ياخد منك حاجات، بالذات بالنسبه للتحركات اللي هو كان بيتحركها. كان في حاجه، بس كان في حاجه تكتيكيه فعلا كنا بنتكلم فيها، يعني هي فعلا مشكله المنتاليتي مختلفه عن المنتاليتي في اوروبا تماما، عقليه مختلفه تماما، وانا ما كنتش اعرف كده قبل ما اجي. بس احنا بقى لنا دلوقتي سنه و4 شهور مع بعض، في حاجات كتير اتحسنت، في حاجات كتير اتطورت، لكن في المجمل في مشكله، في مشكله بتظهر دايما عند بعض الماتشات اللاعب ممكن يكون بيستسهلها شويه. لكن في عنصر تاني مهم، انا طبعا كمدرب بشتغل مع اللعيبه كتير انا والجهاز وكده، عشان خاطر اقدر ان انا اجدد دوافع اللعيبه، اقدر ان انا اشعل حماسهم، اخليهم يدوا اكتر في بعض الماتشات. لكن في عنصر كمان مهم، ان اللاعب لازم من نفسه كمان ان هو يساعد نفسه ان هو يجدد دوافعه. في جزء على اللاعب مش بس يستنى دور المدير الفني ودور المترجم الكبير معايا اللي بيحاول ان هو يساعد في الادوار دي، لكن اللاعب عليه جزء. لكن برضه في نفس الوقت مع شده الماتشات وكثره الماتشات اللي اللعيبه دي بتتعرض لها، انا متفاهم جدا ان ده طبيعي، ان ممكن يحصل ان اللاعب مع كثره الماتشات واختلاف البطولات وتنوع مستوياتها ومع السفر الكتير جدا، ان ممكن في النص اللاعب يبدا يتعب ذهنيا. وعلى فكره التعب الذهني اسوء من التعب البدني، فيبدا تركيزه يقل شويه، يبدا دفعه تقل شويه، بيحتاج ده منك جهد كمدير فني اكبر بكتير، ان انت ترجع دوافع اللعيبه في ماتشات تبقى انت جاي من ليفل عالي جدا وبعدين تروح رايح ليفل اقل شويه او مش اقل. اللعيب عارفه يعني ما بروح كاس العالم، بروح بطولات كبيره، اللاعب لسه مش عارف المنافس، مش عارف لعيبه المنافس كويس، فبيبقى محترمه اكتر، فبيبقى حذر اكتر، بيسمع كلام اكتر، فبيأدي اكتر ما عنده. لكن لما بيلعب ضد فرقه هو عارف اللعيبه المنافسه كويس، لعب ضدها، لعب معاها، عارفها، فبيبدا ان هو يقل سنه، فبنبدا ان احنا نحاول نشتغل عليه. فعلا الموضوع متعب، لكن بيجيب نتيجه، اللعيبه بتتحسن كتير، النقطه دي بدات تتغير كتير في الفرقه معانا، لكن دي عقليه مختلفه وبنحاول نشتغل عليها وان شاء الله القادم افضل يا عم. Peitschen anfeuern, dass sie versuchen an ihr Limit zu gehen und dementsprechend